وخلاص كده يا حبايب قلبي، احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا الجميل السهل، وطبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. بسم الله ما شاء الله على الباذنجان، يفتح النفس كده على السفرة. وطبعا ما فيش وجبة من غير الباذنجان والمخلل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وتاكلوا وتتهنوا، ويا ريت ما تنسونوش في الشير واللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو البسيط ده. وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا. طبعا الفيديو باين ما مش عاوز كلام، النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو جديد، هنعمل باذنجان مخلل. وطبعا باذنجان المخلل في الباذنجان الاسمر بيبقى جميل وظريف وحلو خالص في الاكل. وطبعا لما تيجي حابه تجيب الباذنجان يا ريت تجيبيه المتوسط، ولا الكبير قوي ولا الصغير قوي. يعني لو جبتيه صغير قوي ممكن يكون من جوه ممكن لسه ايه جامد ومش مبقاش كويس في الاكل. هنجيب كده على سم بسم الله كده. ممكن يا حبيبتي تجيبي الباذنجان كده، ممكن تقلميه كده وتطلعي الحاجه اللي فيه كده كده كده، او ممكن تقطعيه برده كده حسب ما انت حابه كده كده يا حبيبتي، وتعملي كده كده. وطبعا الباذنجان ده كيلو من الباذنجان، هو بيطلع بسهولة، حتى مش عاوز سكينة ولا عاوز حاجة كده حبيبتي كده. احنا كده قلمناه وظبطناه، وأول ما نبتدي إن شاء الله هنبتدي بالباذنجان، هنسلقه على البوتاجاز ونرجع نقوله المكونات بتاعته ايه. وطبعا حضراتكم شايفين المكونات بتاعته، بس برضك هقولكم المقادير اللي احنا هنحطها على كيلو الباذنجان. وطبعا الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي لو طلعت زياده شويه احنا بنستعملها في كذا غرض، ممكن في السمك، ممكن تحدقي بيها اي حاجه تاني عادي مفيش مشاكل برضك كده يا حبيبتي. يعني الخلطه اللي هنعملها لو زادت شويه مفيش اي مشاكل، ممكن نحطها في الفريزر ونستعملها في كذا استعمال. هنروح كده على البوتاجاز يا حبايبي ونرجع مع بعض. وخلاص كده يا حبايبي جينا على البوتاجاز وولعنا على الميه اللي حضرتك شفتيها كده. هنحط الباذنجان على سم بسم الله. طبعا الباذنجان احنا غاسلينه في الاول ومخليينه زي الفل كده يا حبيبتي. هنجيب ايه؟ هنجيب طبعا البنجر اللي احنا قلنا عليه هنحطه في الميه. البنجر ده يا بنات انا حاطاه ومقطعاه وحاطاه في الفريزر، كل ما عاوز منه اخد براحتي حتتين ثلاثه كده اربعه مكعب كده، هيخلي الميه بامبه وشكلها جميل خالص، وهيخلي الباذنجان شكله ظريف خالص من جوه. وما نغيبش عليه يا حبايبي، اول ما تيجي تغلي كده ان شاء الله هني نبص عليه انا وانتوا وهنطلعه ان شاء الله مع بعض. هنغطي كده عشان يغلي بسرعه بس. وكده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده معايا الميه عماله تغلي اهيت، وطبعا لون الميه وردي جميل جدا، وده كله برضو هيأثر على الباذنجان ويبقى جميل. والمية دي طبعا مش هنرميها، هنستعملها برضو في تخليل الباذنجان. هنشوف دلوقتي هنستعملها في انهي غرض كده، يعني ان شاء الله 5 دقايق 6 دقايق هننشيل الباذنجان مع بعض ونطلعوه. ويا ريت يا بنات وانتوا جايين تطلعوه ما تطلعوهوش مستوي قوي، لا خليه يا دوبك يعني سوا كده حلو انت حبيه تتكي كده عليه. لا بص كده لسه شويه اهو، ماشي حبيبتي كده استني شويه، لما تحس ان هو طري كده والشوكه غرزت فيه غرزان كده كويس نبقى تطلعيه كده على طول. بس لو سبتيه شويه ممكن يتهرى منك ويبقى شكله مش ظريف وانت بتقدميه للاولاد او بتقدميه لاي حد يكون عندك. نغطي عليه كده عشان بس يستوي كده براحته. وخلاص كده يا حبايبي الباذنجان بسم الله ما شاء الله عليه اهو، غرزنا فيه الشوكه دخلت بسهوله. الباذنجان كده هنطلعه كده بس مع بعض، هنسمي بسم الله كده كده يا حبايب قلبي بامانه بقاله 7 دقايق كده يا ستي، لو زودت شويه دقيقتين مفيش اي مشاكل، اهم حاجه الباذنجان عندك يكون استوى سوان حلو. وهنشوفه دلوقتي واحنا بنفتحوه مع بعض هنشوفه قلبه عامل ايه كده حبيبتي. شوفوا بقى نعمله الخلطه الجميله بتاعه الباذنجان. طبعا الخلطه دي مميزه وبنحتاجها في حاجات كتيره، واللي يفيد مننا برضو في برطمان صغير كده بنحطوه في الديب فريزر او في التلاجة من تحت ونستعمله في اغراض تانية. هنسمي بسم الله كده، هنحط راس التوم اللي احنا عاملينها الجميلة ديت، معاها طبعا الشطة اللي احنا بنحبها وبنعزها كده حبيبتي كده. هنقطع الشطة كده، وطبعا اولادك لو ما بيحبوش الشطة مش لازم نحط شطة، نحطه بنسبة بسيطة. انا بتكلم عن نفسي وعلى اولادي، واولادي بيحبوا الشطة الجميلة
كده حبايبي كده. هنقطع قرنين ثلاثة من الشطة كده. وطبعا في شطة بتبقى جامدة قوي وفي شطة بتبقى هادية. لو انت الشطة بتاعتك هادية ممكن تزوديها شوية. هننضف كده الفلفل كده. في ناس بتحب تحط الراس، في ناس لا، كله برضك حسب رغبته هو كده. كده حبيبتي كده. حتى لو قطعتيها كبيرة برضك الكبة بتنعمها لك. كده خلاص حطينا الفلفل وحطينا 3 او 4 قرون من الشطه. هنيجي نحط بسم الله كده. هنحط طبعا فنجان من الليمون كده حبايبي. طبعا الليمون بيخلي الباذنجان جميل. وهنحطه مج من الخل، طبعا الخل بيخليه مميز وجميل وطعمه جميل. هنحطه طبعا من هرس الفلفل الاحمر اللي احنا عاملينها بردك وحطينا فلفل ايزر. وما تنسوش بردك هرس الفلفل الاحمر فيها نسبه من الثوم. هنحطه طبعا بقى الملح والكمون والكزبره والبابريكا. طبعا البابريكا بتدي بردك لون جميل كده في الفلفل وبتدي طعم جميل. هنسلي كده بردك ونحطها كده كده يا حبايبي. المكونات بتاعتنا الجميلة. هنسمي كده ونشغل الكبة كده يا حبايبي كده. هنشغل كده خلاص. طبعا الحاجات دي ما بتغيبش خالص في الكبة. وهنرجع تاني نفضي برضك الحاجات دي كلها في الحاجة اللي احنا طلع السكينة. معلش هنسمي بسم الله كده. طبعا المعلقه السيليكون بتطلع احسن من المعلقه العاديه كده كده. ما تشموش بقى الريحه بقى. توم بقى مع كزبره مع فلفل مع ليمون مع خل مع الحاجات الجميله دي. طبعا الريحه بتاعتها بتبقى روعه وجميله وبتفتح النفس في الاكل كده. احنا خلاص كده خلصنا الخلطه بتاعتنا الجميله اللي احنا هنعمل بيها. وخلاص كده يا حبايبي احنا سلقنا البيجنجان والبيجنجان خد 7 دقايق وممكن يكون اكتر شويه. يعني انت برضك حسب انت البيجنجان اللي قدام منك استيعابه ايه وطريقته ايه كده. كده البيجنجان كده جميل. انت لو طرتيه عن كده هيتهرى منك وهيبقى شكله مش ظريف وانت حطاه على السفره او حطاه للاولاد. هنسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ودي التكه الجديده يا بنات، ده ميه البنجر. المية البنجر انا قطعت البنجر رفيع خالص وخيبته شويه في الميه الساقعه، اداني الحمران الجميل ده. ده طبعا لما نفتح البيجنجانيه ونحشيها هتدي اللون البامبا الجميل اللي بيبقى جوه البيجنجانه كده، وتخلي برضك العين بتاكل قبل النفس. بسم الله ما شاء الله على قلبها طالع قلبها. بص القلب بتاعها جميل خالص ازاي. هنجيب كده المعلقه كده وهنجيب الخلطه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض يا بنات. هنسمي بسم الله كده. طبعا خلطه تحفه 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 خالص اهي. تحطيها مع التتبيله بتدي طعم جميل خالص. طبعا انتوا عارفين الخل والليمون والكمون والحاجات دي كلها بتدي طبعا مذاق خاص كده وحاجه جميله خالص. هنفتحها حتى كده ممكن بايد المعلقه عادي كده عشان هو اصلا مستوي وجميل خالص اهو. هنحط كده الخلطه بتاعتنا الجميله اللذيذه ديت كده حبيبتي كده. طبعا البيجنجان ده مفيش طبعا سفره مفيهوش مخلل مفيهوش بيجنجان. الحاجات دي كلها بتفتح النفس وبتخلينا نفسنا مفتوحه وناكله حاجات كتيره كده حبيبتي. هنفتحها برده كده هنسمي بسم الله كده. وطبعا بقى ما تنسونيش بقى في اللايكات كده، اي حد يفتح الفيديو عليا يديني كده حبه لايكات كده وتشجيع كده. وطبعا بتدوني دفعه لقدام يا بنات كده حبيبتي كده. طبعا طبعا الشكل جميل خالص اهو زي ما انتوا كده شايفين. نفتحها كده برده كده كده حبيبتي كده كده. طبعا جميله اهي ولذيذه خالص اهي. هنسمي بسم الله كده ونصلي على رسول الله. ما صليناش خالص احنا مع بعض يا بنات. احنا قلنا كذا مره واحنا ماشيين في البيت كده نسبح نستغفر. طبعا الاستغفار جميل جميل خالص، بيوسع الرزق وبيهدي الاعصاب. لو انت متضايقه من حاجه لو انت زعلانه من حاجه تلاقي نفسيتك كده هدت وبقت جميله خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده. وطبعا الاستغفار، وتسبحي تستغفري
دي حاجات جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبيبتي كده 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 يا حبيبتي. معلش ظهر المعلقة برضك مش زي السكينة يعني كده. بص جميل خالص ازاي. هنسمي كده ونحط كده يا حبيبتي كده كده. احنا كده خلاص خلصنا كده. طبعا هنحط كده على الوش برضو كده عشان احنا طبعا هنحط مية البنجر اللي احنا قلنا عليها. بس مية البنجر طبعا هنحط فيها برضو الخلطة بتاعتنا الجميلة ديت كده يا بنات. كده الحاجات دي طبعا بتدي شكل جميل كده. هنجيب طبعا مية البنجر هنسمي كده ونحط فيها الخلطة بتاعتنا الجميلة ديت علشان احنا طبعا ده هنحطه في التلاجة كده. وهنقلب كده وهنسمي كده ونحط بقى حبة زيت كده عشان طبعا الزيت زي ما انتوا عارفين هو بيحافظ على حاجة. لو قعدتيه في التلاجة فترة طويلة الزيت برضو بيحافظ عليه. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا الشكل طبعا روعة جميل خالص زي ما انتوا كده شايفين. يا سلام بقى لو نحط كده قرنين شطة كده في الحاجة بتدي شكل جميل. انت لو حطيتيه كده على السفرة وطبعا كل واحد ياخد في طبقه اللي هو عاوزه طبعا شكلها جميل وروعة ولذيذة خالص كده حبيبتي كده كده كده. ولو عاوزة تسلقي الشطة دي في مية البجنجان وتحطيها كده طبعا بتبقى شكلها جميل وظريف خالص. وكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا يا حبايبي. وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليه. ولسه كمان لما يقعد في المية ديت هيتشرب منها وهتبقى لذيذة خالص. وكده الفيديو بتاعنا خلص. ياريت يكون ينال اعجابكم واستفدتوا باي حاجة جديدة. وما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات يا حبايب قلبي. وبعزكم وبحبكم وربنا يديمكم في حياتي يا رب.